لاحظ التمهل والتأخير وحتى الصافرات. الاستهجان هذا الفريق الإفواري. عموما كرة عالية مخالفة لمصلحة فريق الهلال. كرة في الوسط علاء الدين يوسف. سرع من الإيقاع. نحتاج إلى الهدف لتتحرك هذه الجماهير لنغير من العوامل النفسية ورفع الروح المعنوية. كرة ملعوبة الآن. عالي باتجاه سيف مساوي. يا ولد يا ولد يا فنان يا ولد يا جميل يا ولد يا مبدع. الضربة الضربة اللدغة من الكوبرا. هدف 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 هلال هلال نو كابير دي لكازا يا كامبوس بالبرازيلية. هلال نو كابير دي لكازا في هذا الملعب في هذا الملعب. ها هي الضربة الأولى. ها هي النقطة الأولى. ها هي الفرحة الأولى. تسلم راسك تسلم راسك من بين المدافع وبين الحارس. سيف مساوي سيف مساوي يضرب بلدغة الكوبرا في هذه اللقطة. يشعل النيران يمدد الفرح يزرع الأمال يرفع سقف الطموحات بالراسية الحلوة. خبرة السنين يا سيف خبرة المواعيد يا سيف الدين علي فرح. سيف مساوي وسط الملعب الآن. الآن تكتلوا في الخلف عن الفريق الإيفواري. سيتحرر من التكتل سيحاول أن يتقدم للأمام ونحن نحاول الاستفادة من الدفعة المعنوية. اليمنى وانطلاق من جانب كوفي. كريستيان فيدريك حاول التسديد اصطدمت سدد كرة اصطدمت. راجع مهند الطاهر خلص الكرة. التاج إرسال أمامي باتجاه من هيثم مصطفى ولكن مقطوعة من جانب سايمون ديزري. كرة لمصلحة الهلال. اللمسة لسادومبا إدوارد سادومبا حول كرة هيثم مصطفى. هيثم بمر لسادومبا. وانتو أين السري. يا الله تريد أن تكون هداف دوري أبطال إفريقيا. تريد أن تصبح الجليادور من ليلة واحدة يا سيف يا مساوي. البيتش تشيل الكاف فينا في هذا الملعب. حقك حقك اليوم معنوي. كريستيان في المرمى. هيثم مصطفى مهند الطاهر. هل التمرير والتسديد أم الكرة المعكوسة. مخالفة الهلالية. الفرصة نريد الثاني. 1-0 أخطر النتائج بكل تأكيد. هيثم مصطفى والغزال مهند. هيثم يعكس كرة وفرصة. يا سلام يا سلام. الليلة ليلتك الليلة ليلتك يا عريس. الليلة ليلتك يا عريس. أنت العريس أنت العريس. تعزف الألحان تعزف المامبو السوداني ترقص مع إيقاعات السيرة والريجي. أنت صاحب هذه الليلة. لاحظ لاحظ سيف الدين. تسلم راسك راسك الذهبية راسك الذهبية. ضربت الفرقة الإيفوارية ضربت الفرقة الإيفوارية. و سيف مساوي سيف مساوي سيف الدين علي إدريس يتوج المجهود يمسح الأحزان يفتح أبواب الأفراح بالرجاء والوداد والأشانتي وبترو. وأول أغسطس كلهم هزموا في هذا الملعب كلهم هزموا في هذا الملعب. وأنت الآن في الطريق جانب على الدين لسادومبا. يلا يا إدوارد يلا يا سادومبا. لمة ممتازة لمة ممتازة. أين المساندة أين المساندة. على اليسار على اليسار لمبيلي ليلو ليلو. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا جميل. يا ليلو بليس مبيلي. الضربة الغاضية رصاصة الرحمة رصاصة الرحمة. قلت ليلو مبيلي
عنه، هذا توقيته، لم يخزلني ولم يخزل كاموس ولم يخزل جماهير الهلال. هذه هي التمريرة، هذه هي التمريرة. أخذوا على اليمين وسدد باليسار، لاعب كبير، لاعب فنان، لاعب جميل. هذا هو الهلال الحقيقي يا جان يا بوتولوتو يا إيطالي. شاهد اليوم، لا أظن ولا أعتقد أنك ستقدر تغمض عينيك. فيلم هلالي خالص، أبطال الفرسان الزرق في هذا الملعب، في هذه القلعة، أمام من؟ أمام أفريكا سبورت الإيفواري. صدق حينما صرح الإيطالي في أبيدجان للصحف بأنه يريد، خلص كورته ورجع لفريق أفريكا سبورت. انطلاقة سريعة، منتهى الخطورة، منتهى الخطورة، والكورة في الهدف. كورة فيها كانت في العمق، نلاحظ للتقدم ومحاولة التسديد، وكان المعز متقدم خطوات للأمام، بالتالي كرة كانت بهذا الشكل لتكون الهدف الإيفواري، هدف الشرف في هذا اللقاء لأفريكا سبورت في اللحظات الأخيرة، في الدقائق الأخيرة من عمر هذا اللقاء. الهلالي بكل تأكيد كما ذكرت قد تتغير في أي لحظة وفي أي جزء، لذلك كان 1-0 نتيجة دائما الأخطر، ولكن تقدم الهلال الآن. يلا سيف، يلا سيف، يلا سيف، يلا سيف، يلا بيلي، يلا بيلي. 4-4-4-4، هدف ثاني يقتل نفسه فرحا. ليلو بليسمبلي، ليلة هلالية يا أفريكا، ليلة هلالية يا أفريكا، ليلة هلالية يا إيفواريين، واضحة والجواب واضح من عنوانه. الانطلاقة من جانب سيف والتمريرة لليلو والكرة داخل الشباك. هدف، هدف رابع للهلال، رباعية نارية تحرق الشباك الإيفوارية، رباعية نارية تمزق شباك كريستيان فابريس الإيفوارية. الهلال يعود من البرج العالي ويضرب بكل الأسلحة ويضرب بكل الأرقام، وها هي لحظة الختام وصيحة الجماهير بالفرحة ولحظة الروعة، لحظة الإبداع والإمتاع الهلالي في الليلة وفي السهرة الهلالية عبر شروق الوحدة والاستقرار والتقدم والرياضة والانتصارات التي لا تغيب. في انتظار الأحاديث، في انتظار الزميل طايلة ليصطاد النجوم ويصطاد المدرب ويصطاد الفرحة، إليك الكلمة زميلي طايلة سليمان. شكرا للزميل حاتم التاج. مباراة كبيرة، 4 أهداف توالت في هذه المباراة، صعود الفريق الثالث، المثلث الثالث للكرة السودانية، المريخ، الأمل العطبراوي، الهلال السوداني. فرحة في داخل أستاد الهلال، فرحة تؤكد عظمة الأندية السودانية والكرة السودانية والرياضة السودانية. الهلال إلى دور 16 في بطولة الأندية الأبطال أفريقيا، في انتظار مباراة تحسم بين وادي النيل جنوبه وشماله. الهلال يلتقي بالإسماعيلي في المباراة القادمة بمشهد الهلال. أيضا نسأل الله التوفيق للفرقة السودانية والصعود إلى دور 8 في هذه المباراة. أيضا معي كابتن سيف مساوي، كابتن الهلال الذي أحرز الهدفي السبق، وكأنه أراد أن يكون اليوم حضورا بعد تهديف قوي. كابتن سيف مساوي مباشرة على قناة الشروق الفضائية التي نقلت هذه المباراة، مرحب بك والجماهير. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية نهني الشعب السوداني بالانتصارات التي حققت الأمل والهلال والمريخ وجمهور الهلال العظيم. أتمنى أنه الناس تقدم نفس الأداء في المباراة القادمة، وأنا بهدي النصر ده لجمهور الهلال عامة وللصديق العزيز العريس محمد هارون، أتمنى له بيت مال وعيال. شكرا جزيلا.
هدية في الرياضة، هدية اجتماعية في هذه الأمسية، فرحة متواصلة ما بين اللاعب سيف مساوي الذي أهدى أحد أصدقائه هدفي اليوم، هدفين أخروين من إمبيلي. الهلال 4 أفريكا سبورت 1 السودان 3 أندية في البطولة الأفريقية، الأمل العطبراوي المريخ السوداني الهلال السوداني 3 أندية سودانية تلتقي بثلاث أندية عربية، محفل أفريقي عربي يتواصل مباشرة الآن. أنقلكم إلى الاستوديو التحليلي، مرحبا الزملاء الأستاذ كمال حامد، مرحبا الضيوف الأعزاء داخل الاستوديو.